اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. النهاردة في جولة جديدة هنبدأ اليوم باهم الاخبار اللي حصلت في العالم، ان كان في الدول العربية او غير عربية، ولكن بتمنى من الناس اللي بتشوفنا لاول مرة الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. اول خبر معانا من موقع روسيا اليوم من حوالي ساعتين تقريبا، بيتكلم عن اصطدام طيارتين في مطار شمال لاس فيغاس وانباء عن سقوط ضحايا. افادت قناة فوكس نيوز الامريكية المعروفة بان في طيارتين خفيفتين اصطدمتا في مطار هاري ريد في لاس فيغاس بولاية نيفادا، ما اسفر عن وقوع ضحايا. وفقا للمصدر نفسه، اعلنت ادارة الطيران في مقاطعة كلارك عن عدد من الوفيات، لكن ما قدموش اي بيانات حوالين الموضوع، يعني ما قالوش عدد الوفيات، عدد الاصابات او اي حاجة تدل على الموضوع. من جانبها قالت الشرطة انها لا تستطيع تأكيد المعلومات المتعلقة بوفاة احد حتى الان، لان الموضوع لسه حاصل ولسه ما يعرفوش اي بيانات عن الاصطدام. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيارتين اللي خبطوا في بعض، واحدة من تراس بيبر بي اي 46 واصطدمت بأخرى من تراس سيسنا 172 ظهر يوم الأحد. مصدر من وكالة أو وسائل إعلام أمريكية. تاني خبر معانا وهو خبر محزن جدا. عارفين ان المغرب فيها حرائق من حوالي 5 ايام، ولكن دي اخر التطورات، لسه نازله من حوالي كام ساعه على موقع سكاي نيوز، بيقول اللي وصلوا له المغرب في موضوع الحريق. طبعا تعزين الاهل المغرب، قلبنا وجعنا على اللي بيحصل طبعا عندكم، زي بالظبط ما حصل في الجزائر السنه اللي فاتت، كان قلبنا وجعنا برضو عليهم. اتمنى ما يحصلش اي حريق لاي دوله عربيه او حريق عامه، لان النار وحشه مؤذيه. مهم الخبر بيقول، قالت السلطات المغربيه انها قدرت الحمد لله من اخماد حرائق الغابات الموجوده في شمال البلاد اللي اندلعت من 5 ايام في مناطق اسمها تازة والعرائش ووزان، في حين بتواصل جهودها لاخماد حرائق تانية قريبة من العرائش وموجودة في تطوان وشفشاون. وقال بيان للوكالة الوطنية للمياه والغابات ان الحرائق بتتزامن مع الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة اللي بتشهدها المملكة، حيث تشهد العديد من غابات شمال المملكة اندلاع حرائق كثيفة. وأضافت الوكالة أنه اليوم الخامس على التوالي بتواصل مكافحة الحرائق. أما بالنسبة للخسائر، وللأسف بنقول خسائر، أعلن البيان عن تضرر 6600 هكتار، يعني حوالي 13000 فدان لغاية النهاردة من هذه الحرائق. وأضاف أن تم تعبئة 2000 فرد من السلطات ورجال الإطفاء والمياه والغابات والجيش، بالإضافة لخمس طيارات وتمن طيارات من نوع تاني، مع الاستعانة لأول مرة بالطيارات المسيرة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات عشان يقدروا يطفوا الحرائق دي كلها. وبيشهد المغرب خاصة في جنوب ووسط البلاد موجة حر شديدة جدا، تراوح درجات الحرارة من 45 و50 درجة على حسب الموقع ما بيقول. ومن الأخبار المهمة اللي حصلت النهاردة ولسه في تحديث عن هذا الخبر من حوالي نص ساعة، الخبر نازل من بدري ولكن آخر تحديثاته من نص ساعة، عن دولة عربية هي دولة الصومال، وانفجار كبير جدا هز العاصمة النهاردة في فندق وكان في مسؤولين كبار. خبر نزل على موقع روسيا اليوم بيقول ارتفاع قتل انفجار سيارة مفخخة في مدينة جوهر ل5 أشخاص. للأسف لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الأحد بانفجار سيارة بهجوم استهدف فندق في مدينة جوهر بالصومال حسب ما أفادت الشرطة، وأدى الانفجار لإصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق الذي يقع في مدينة جوهر على بعد حوالي 90 كيلو شمال العاصمة مقديشو. وقالت الشرطة ان العربية اللي عملت الانفجار كانت محملة بالمتفجرات وخبطت في الجدار الخارجي للفندق اللي مفروض كان قاعد فيه نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين، وفقا للتلفزيون الصومالي. بعد كده العربية راحت انفجرت.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محمد علي الضابط في شرطة جوهر قوله إن الهجوم تسبب بمقتل 5 مدنيين منهم نساء كانوا مشغلين في الفندق وحراس أمن. ووصف ضابط الشرطة محمد علي الانفجار بأنه الأكبر على الإطلاق في جوهر وألحق أضرار كبيرة بالمباني اللي موجودة في البلد. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، والموضوع كان كبير جدا وصعب النهاردة في دولة الصومال. ومن الأخبار المهمة اللي عاملة صدى كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السعودية، أول تعليق من نجل إمام الحرم المكي السابق على فيديو الجنس والهارلي. كان في صورة نازلة أو فيديو نازل لإمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني وهو قاعد على هارلي ولابس جينز وقميص، فالناس بتقول ما يصحش وفي ناس بتقول لا عادي. فده اول تعليق من ابنه. فعلق محمد نجل الشيخ على الفيديو والصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتظهر الشيخ مرتديا بنطلون جينز ويركب دراجة نارية على احد الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وهو بيقود الدراجة النارية ليظهر إمام الحرم كعضو سابق في فريق للدراجات النارية، وبيتكلم مع أحد الأشخاص عن سرعة سيره بالدراجة. مهم ابنه قال إيه بقى في تصريحاته؟ إن أنا عايز أعرف هل ركوب الدراجات النارية حرام شرعا؟ هل ارتداء بنطلون من الجينز حرام شرعا؟ بالتأكيد لأ، وبالتالي لا منع أبدا من ارتداء الشيخ للجينز أو ركوب الدراجات النارية. الشيخ لا يفعل الحرام وبيحافظ على كل الفروض والسنن. الشيخ عادل بيلبس قمصان وشورت وبينزل البسين وبيفعل كل ما هو حلال. وهي دي الصورة اللي أثارت الجدل مؤخرا. فأنا أسيب التعليق لحضراتكم، هل فعلا عادي ولا مش عادي؟ فالتعليق ليكم يا حبايبي الكرام. والخبر اللي برضو لسه نازل من حوالي كام ساعة على موقع روسيا اليوم، ان فوربس اعلنت ان المانيا بتواجه عواقب وخيمة لو استمر انقطاع الغاز الروسي او ما يلقب بالسيل الشمالي عنها. افادت مجلة فوربس بان المانيا بتواجه مشاكل جامدة جدا لو ما تمش اعادة تشغيل خط انابيب الغاز الروسي. ليه؟ ايه اللي هيحصل يعني لو ما فتحوش يعني خط الغاز؟ فبيقول ان السكان والاقتصاد في المانيا هيواجهوا عواقب وخيمه للغايه، واشارت الى ان الضربه الرئيسيه هيتلقاها القطاع الصناعي بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء، وده هيؤدي الى خفض الوظائف وتقييد الانتاج، وهيحصل طبعا نقص في السلع المصنعه، وده هيؤدي بدوره على الضغط على سلسله التوريد، وهيؤدي ارتفاع اسعار الطاقه والسلع النهائيه الى تفاقم الضغوط التضخميه اللي بتقود الاقتصاد العالمي اصلا. ونزل كمان على فكره خبر بيقول ان المانيا اعلنت ان لو ما اخدتش الدعم الروسي او الغاز الروسي مش هيبقى عندهم مخزون كافي من الغاز يقضي بيهم الشتاء اللي جاي، هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا، مش هيعرفوا يعملوا اي حاجة من غير الغاز الروسي. فده برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي تم اعلانها. ومش كده وبس، ده في خبر بيقول ان احنا في المانيا بيتوقعوا احتجاجات عنيفة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، وده مش واحد ولا اي حد بيقول الكلام ده، لا دي وزارة الداخلية الالمانية نفسها نانسي فايزر بتقول ان حكومة المستشار اولاف شولتز تتوقع مواجهة احتجاجات عنيفة في البلاد بسبب اسعار الطاقة المرتفعة، وان احتياطات الغاز الطبيعي في المانيا مش كافية للصمود البلاد في الشتاء اللي جاي دون شراء غاز روسي اضافي. فالموضوع عندهم صعب جدا، ومتوقعين هيحصل انقلابات واحتجاجات كبيرة جدا في المانيا لو ما قدروش يحلوا الوضع الحالي. ومن الأخبار برضو المهمة اللي لسه حصلة من حوالي كام ساعة، مقتل 4 في سقوط مروحية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية. خبر نازل على رويترز وعلى موقع الوطن بيقول إن في مسؤولين قالوا وصرحوا إن في 4 أشخاص لقوا حتفهم
عندما سقطت مروحية تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أثناء عودتهم من مساعدة رجال إطفاء في مواجهة حريق غابات. وقال مكتب شرطة مقاطعة برانيليو إن 3 أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظف من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر اللي وقعت في وقت متأخر بالقرب من مدينة لاس فيغاس بولاية نيو مكسيكو. يعني دي يعتبر حادثة الطيران التانية غير الحادثة الأولانية اللي اتكلمنا عليها من شوية، الطيارتين اللي خبطوا في بعض. وقال مكتب إدارة الشرطة لا معلومات عن وجود ناجيين، كل الناس اللي كانوا موجودين في الطيارة للأسف وقعوا بالطيارة وماتوا، وحاليا بيحققوا في الموضوع وهم في مراحل الأولية من التحقيق. من الحوادث المؤسفة برضو اللي حصلت النهاردة بس في دولة عربية كمان، حادث مروع 40 طن من الصخور دهسوا عيلة لبنانية كاملة. متخيلين كمية الصخور نفسها؟ 40 طن. ادي الصورة اللي موجودة، العربية تعتبر معجونة مش مخبوطة، معجونة. عرضت فضائية العربية فيديو لحادث مروع ل40 طن من الصخور دهسوا عيلة لبنانية كاملة. وتناول الفيديو لقطات حادث سير مروع يهز بلدة عرسان اللبنانية. نتج عن الحادث مصرع عيلة بأكملها مكونة من 7 أفراد بعد اصطدام شاحنة محملة ب40 طن من الصخور بعدد من العربيات، إضافة لدهسها سيارة الأسرة. وقد لقى ابن سائق الشاحنة مصرعه أيضا في الأحداث بعد أن فقد السيطرة على المركبة، لافتا إلى أن الجهات الأمنية قالت أن عمليات استخراج الجثث كانت صعبة بسبب الحريق اللي حصل في العربيات، وعشان يخرجوهم استعانوا بمعدات هيدروليكية. متخيلين قمة يعني الدنيا قد ايه كانت متبهدلة، يعني مش عارفين يطلعوهم، هم جايبين معدات هيدروليكية عشان يشيلوا الصخور ويشيلوا العربية لانتشالهم، فيما شكلت الفجعة صدمة للبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الأخبار العاجلة اللي لسه نازلة من 6 دقايق على موقع اسمه أخبار الآن، بتكلم عن هجوم مسلح في إنديانا قتلى بإطلاق نار في مركز تجاري. ده في أمريكا، مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في إنديانا بأمريكا. أكد مسؤول إن حصل إطلاق نار معذرة في مركز تجاري في جرينوود انديانا. وقال المسؤول مايكل برويت أخصائي الطب الشرعي في مقاطعة جونسون بوقت سابق انه لم يكن على علم بعدد الاشخاص اللي لقوا حتفهم او اصيبوا، ولكن سيتم الاتصال بمكتبه. ولم يتم استدعاء مكتبي بعد، اعلم انه سيتم استدعائنا لان هناك قتلى. يعني هو بيكلموه علشان هو اخصائي في الطب الشرعي وبتكلم، انا عرفت ان في ناس ماتوا بس احنا لسه ما رحناش، احنا اكيد هيخلونا نروح لان سمعنا ان في ناس ماتوا. ومن جانبها ذكرت الشرطة في فيسبوك انهم كانوا بيبحثوا عن شهود عن اطلاق النار اللي حصل في جرينوود بارك مول عشان يعرفوا مين اللي قتل. وقال قسم شرطة انديانا بوليس متروبوليتان على تويتر ان كان في عديد من الضحايا ولكن لم يكن هناك تهديد مستمر معروف، واوضح ان في عدة وكالات بتعمل على اخلاء المركز التجاري حاليا عشان يعرفوا بالظبط عدد الاصابات او عدد الضحايا، لكن العدد الاولي معذرة هو 4 اشخاص تم اصابتهم في اطلاق النار اللي حصل في المول. والخبر لسه نازل دلوقتي حالا على موقع اخبار الان من 6 دقايق. بكده نكون انتهينا، شكرا لحضراتكم، اشوفكم في أخبار تانية إن شاء الله وأحداث أفضل من كده. نتمنى طبعا الحريق في المغرب يتم إطفائه، ونتمنى إن الموضوع اللي في السودان يهدى. سمعنا عن لغاية دلوقتي في خبر عاجل نازل بيوضح إن آخر عدد رسمي دفنوه من الضرب اللي حاصل في السودان 79 شخص. اهو الخبر نازل على موقع العربية بيقول مراسل في اقليم النيل الازرق مقتل 97 شخص موجود في الصورة اللي تحت، هما غلطانين في العنوان هنا. حتى الان نتيجة الصراع القبلي في جنوب شرق السودان، اهو زي ما انتم شايفين التطورات في اقليم النيل الازرق، مقتل 97 شخص كحصيلة اولية، يعني معنى كده ممكن يكون اكتر نتيجة الصراع القبلي دفنتهم السلطات المحلية.
وبكده نكون انتهينا. شكرا لحضراتكم، اشوفكم بخير في فيديو جديد عقارات مثال اخبار. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس.